السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخوت. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه. غادي يكون اخر نداء، ما باقيش بزاف للعيد، باقي له شي 9 ايام ولا شحال باقي للعيد الخوت؟ 9 ايام. شي 9 ايام ولا المهم نتمنى ان شاء الله تبارطاجيوا هذا الفيديو. دابا الامانه اللي جمعتها هي غادي نمشيو دابا للكوري مباشره، الحوالي اللي شرينا ان شاء الله حنا واصلين 22 حولي، وهذا العام هذا كما كتشوفوا قضيه ناقصه شويه مقارنه مع السنوات الماضيه. الناس الله يحسن العون مساهمين قلال، ولكن الحالات الفقيره كاين بزاف، ما عنديش كيدير، ما يكفيها غير الله. ان شاء الله نتعاونوا ان شاء الله كما العام اللي فات هذوك قبل كوفيد، ولا كنا كنجمعوا 70 80 حولي، دابا الله غالب حنا جامعين 22 حولي وماشيين دابا للكوري باش نخلصوا السيد ان شاء الله الحواله ديالو ان شاء الله. وباقي لنا 9 ايام هذه ان شاء الله، اللي بغى يساهم شي حاجه مرحبا، وماشي ضروري انكم تساهموا ماديا، اللي عنده شي حولي ولا بغى يتصدق به ولا نوريو له الحالات، والله يتقبل من الجامعه هادشي اللي كاين. المهم حنا غادي تما، غادي دابا كلشي كنديرو بالفيديو وكلشي كنوثقوه، رزق الناس كلشي يعرفوا فين كيمشي. ورساله واحده اخرى عاوتاني للناس اللي كيقول لك اودي هادو راه قدامنا يستغلوا هادشي السياسه، ما السياسه راه كيطلقوا لنا سياسه راسنا في هاد المدينه براسنا، حنا ما كنعرفوهاش على راسنا. لا حنا ما عندنا انتماء لا سياسي لا حزبي لا حتى حاجه، هنايا في سبيل الله كلشي كنديروه كنوثقوه، اي مبادره كنديروها كنوثقوها في الفيديو. والسلام عليكم، هادشي اللي كاين ان شاء الله تشوف السيد نعطيو الامانه ديالو، وتبقى ديك اليومين العيد ان شاء الله نهزو الاضاحي ان شاء الله نعطيو الناس هادشي اللي كاين. الخوت حنا وصلنا عند السيد اللي شرينا ليه الخربان، شرينا ليه هاد الكسيده هادي، وصلنا 22 حولي، 22 حولي جاتك اخويا جوج مليون 970 الف ريال. عام اسيدي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مليون، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مليون، تقرأها ليا جوج، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الله يتقبل من جميع المحسنين، الله يرحمكم الوالدين. وهذا السيد هذا ودينا ليه الاخر حتى هو دار معنا في الثمن زوين، وغادي نخليهم هنا هاد الخربان هادو حتى نديهم واحد اليومين قبل العيد، لان ما نقدرش نعسي بجمعه. انت الله يجازيك بخير على هاد المبادره، هذه مبادره راه انسانيه، كل واحد يخلص الله على اللي دار شي حاجه. وانا هاد الخربان انا راه داير معكم مساعده ديال الخربان، كياكلوا 7 دراهم 8 دراهم حتى 1000 فرنك في النهار، غنشدوا هاد 10 ايام ديال العيد راني مساهم معكم الشريه، راني بحالي مسخر لكم، ما كاينش يربح الطوب. وانتم نشكركم يا ودي الشباب على هاد المبادره هذه، والله يعطيكم الخير. الله كل واحد اللي دار شي حاجه يخلصها الله اللي غادي يخلص. كان المهم هذه السنه هذه وصلنا ل 22، ومازال ان شاء الله بارطاجيو لا فيديو ولا قديت نمشي حولي، ماشي ضروري تجيب لنا الفلوس، نوريوك حالات ديرهم، راه عندنا بزاف الحالات. وواحد الميساج واحد اخر عاود الناس اللي الله يهديهم، اللي كتلقوا ان شي سياسه تاع حنا راه خاطينا من الاحزاب السياسيه والتوجهات السياسيه، تاع مبادره خيريه لوجه الله على طول العام كنديروها، ماشي غير العيد ولا في رمضان، الحالات المرضيه الانسانيه كلشي كنديروهم على دور العام في سبيل الله، وماشي حنا اللي راه المحسنين هما اللي كيديروا هذا الشيء، باش ما تدخلوش في الرياء وراه انا وانا وديك انا وانا، راه المحسنين هما اللي كيديروا هذا الخير، حنا غير كنسخروا في سبيل الله، كنوصلوا بحال دابا هذه الامانه طاونا، انا وصلنا السيد بالفيديو وراه جمعنا واحد 3 مليون ولا 970 فرنك، كاين اللي حالات اخرين قالوا لنا زيدوا لهم مصروف باش يعرفوا الناس. واللي قديت يمشي حولي ولا اي حاجه يجي نوريو له الحاله يمشي بيدو، هادشي اللي كاين. الله يرحم الوالدين اخويا، الله يعطيك الخير حبيبي، وان شاء الله نتمنوا يا ربي يجيب شي محسن عاوتاني. كنشكر هاد السيد اللي عطانا 2 مليون بعد راني هذا واحد الصديق ديالي صراحه، هو الخير ما كان كما قال لها واحد، وهاد السيد اللي عطانا 5000 درهم كل عيد، هاد السيد هذا كيعطيني مليون ونص 2 مليون، الله اللي غادي يخلص السيد هذا راه يشري، راه يشري الجنه كل سنه، واي مبادره راه يشري الجنه. يعني الصراحة ما كيدير جيم، ما يدير كومونتير، ما يبارطاجي ما والو، كيعيط لي الو جرو عندي، كنعطيني الامانة كنمشي نتفرج في سبيل الله، ولا كلشي كيشوفو اي حاجة كنصيفطوها بريفي للناس اللي كتساهم بشي مبلغ ولا كذا، كنحطوها في لاباج كندعيو معاه، هو هادشي اللي كاين. والسلام عليكم، الله يتقبل من جميع المحسنين والشباب ديال المدينة ان شاء الله.
واللي يعرف شي عاوتاني واحد الميساج غادي نوجهو لكم الوالدين اللي كاين فشي حي فشي حي من الاحياء ديال تاولات الشباب ديروا 50 درهم 20 درهم 100 درهم الواحد الا عندكم شي فقراء بالزنقه كتلقى مثلا سيري فيه جوج ديال الفقراء ولا ثلاثه عيدوا لهم انتما اولى بهم انتما عيدوا لهم فهمت اللي فشي حي الله يرحم الوالدين المبادره ديروا الجيران بيناتكم 100 درهم 50 درهم الواحد ربي غادي يجازيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واللي بغى السلعه عاوتاني خصو السلعه هادو راه خوفا ديال الاخر راه كاين السلعه الغليظه عاود ليها عنده هادو كنديرهم على الاغلبيه ديالهم هادو ايزام كاين اللي حالات فيهم غير جوج ديال الناس ثلاثه كلشي المهم بارطاج الخوت ها هو شوف هاد الحوليه راه حتى حنا ساهمنا معاكم هاد الحوليه راه والله الا فيه الثمن دابا برقم راه ما لقاوش ما يكري شوف الحوليه الله تبارك هذا كنقول